إلى المملكة المغربية من خلال كذلك التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات من خلال صدر التجارة ومن خلال كذلك التنسيق المشترك. علاقتنا هي علاقات قديمة، يمكن نقول قدم الولايات المتحدة نفسها، علاقة بأن العلاقة انطلقت مع نشأة الولايات المتحدة وتطورت عبر العصور وتزامنت حتى مع التحديات، كيف كانت قوية في الحرب الباردة، كيف تطورت بعد الحرب الباردة وفي مكافحة الإرهاب وغيرها. هذه العلاقة هي قائمة على ثوابت، ثوابتها هي تاريخ مشترك، هي قيم مشتركة، وهي كذلك مصالح مشتركة ورؤية منسجمة لمجموعة من القضايا الدولية. هذه العلاقة كذلك قوتها في أنها لها آليات يعني غير مسبوقة، ويمكن المغرب الدولة الوحيدة اللي في كل هذه الآليات في منطقتنا في علاقته مع الولايات المتحدة. عندنا اتفاق للتبادل الحربي، عندنا حوار استراتيجي، عندنا استفادة المغرب من تحدي الألفية، عندنا إعلان المغرب كشريك استراتيجي خارج نومنيتو ألاي للولايات المتحدة، وعندنا كذلك العديد من الاتفاقيات التجارية والثقافية مع الولايات المتحدة. كل هذه الآليات كتعطي العلاقة واحد طابع خاص، واحد طابع متميز. وكان دائما حرص جلالة الملك محمد السادس على أن المغرب بقدر انفتاحه على شركاء جدد فإنه يقوي ويعزز علاقته مع شركائه التاريخيين والتقليديين، والولايات المتحدة كانت دائما شريك استثنائي للمغرب في كل القضايا. علاقتنا قائمة على أربع أسس أساسية أو أربع أسس، كاين أو أربع عناصر، كاين العنصر السياسي الدبلوماسي من خلال الحوار الاستراتيجي وتنسيق مواقفنا، لنا مواقف متقاربة جدا بشأن إيران، بشأن فنزويلا، بشأن العديد من القضايا، الاستقرار في إفريقيا، بشأن الاستقرار في ليبيا، بشأن كل هذه القضايا ننسق معا ونتحرك معا في عمل مشترك. مواقفنا من القضايا الدولية هي مواقف متقاربة جدا، وكنا دائما ننسق مواقفنا في المنظمات الدولية ولكن كذلك على مستوى ثنائي. ويكفي أن نقول بأنه مثلا فيما يخص فنزويلا، سفراء المغرب وسفراء الولايات المتحدة كانا يقومان بمساعي مشتركة. كان سفير المغرب وسفير الولايات المتحدة يتحركان في نفس الاتجاه، ونفس الشيء في قضايا أخرى. الأساس الثاني أو المرتكز الثاني هو أمني عسكري، وعندنا تعاون مهم في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وكاين تنسيق بين المصالح الأمنية المغربية والأمريكية انطلاقا من أن نشتغل معا للأمن والاستقرار، وأن المغرب كان دائما قطب استقرار في منطقة شمال إفريقيا ومنطقة الساحل، والمغرب كان دائما مصدر للاستقرار وفاعل مركزي في محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة في عبر العالم، ولهذا فالمكون الأمني مكون أساسي في هذه العلاقة، بالإضافة إلى المكون العسكري. ووقعنا في شهر أكتوبر تم التوقيع بتعليمات من جلالة الملك على اتفاق لعشر سنوات في التعاون العسكري بين الولايات المتحدة والمملكة المغربية، وستجتمع الأسبوع المقبل اللجنة الاستشارية العسكرية لتنزيل عناصر هذا الاتفاق الذي تم التوقيع عليه في أكتوبر 2020. المرتكز الثالث هو مرتكز اقتصادي. قال السيد شنكا بأن اتفاق التبادل الحر مكن من تطوير المبادلات أربع مرات منذ التوقيع عليه،
انتقلنا من مليار ونصف الى حوالي اكثر من 5 مليار دولار من التبادلات التجاريه. وسيتطور هذا التبادل التجاري بشكل اكبر في المستقبل اتجاه افريقيا، ومن هنا كتجي يعني فتح القنصليه في مدينه الداخله بالنظر الى هذا التوجه نحو العمق الافريقي للمملكه المغربيه، سواء في مجال التجاره او في مجال الاستثمار. واخيرا المكون الرابع هو مكون انساني، واللي فيه عناصر مرتبطه بالتكوين. وعندنا مدارس امريكيه اليوم، 4 أو 5 مدارس في مختلف مدن المملكه. تمنى قريبا فتح مدرسه هنا كذلك في الاقاليم الجنوبيه. كاين اتفاقيات كذلك للتبادل الثقافي، لمنح الدراسه للمغاربه في الولايات المتحده. وهذا خلق واحد النوع من يعني الاختلاط او نوع من التفاهم على مستوى الانساني بين الولايات المتحده والمملكه المغربيه، بين الشعبين كذلك. فهذه المرتكزات الاربعه، السياسي والاقتصادي والامني العسكري والانساني، كلها كتعطي خصوصيه وكتعطي هذا الطابع الخاص للعلاقه المغربيه الامريكيه، اللي بحال اللي قال السيد شنكر عندها امامها ايام ظاهره مستقبلا، انطلاقا من المكتسبات اللي كتحقق كل مره مع كل مرحله من المراحل، لان العلاقات المغربيه الامريكيه هي علاقات دوله ودوله، هي علاقات شعب وشعب، وهي علاقه عبر التاريخ كانت دائما تتقدم وتتطور يعني تتغذى بافاق جديده. تحدثنا عن حول قضايا اقليميه متعدده، تحدثنا حول ليبيا، تحدثنا حول الساحل، تحدثنا حول الشرق الاوسط، وكلها عناصر مره اخرى نجد فيها اتفاق حول الرؤى وحول طريقه التقدم في هذه الملفات. وسنستمر للاشتغال معا مستقبلا بنفس المنطق، بنفس الروح، وهي روح شركاء، هي روح اصدقاء، وهي روح حلفاء، اللي كان دائما هذا الطابع المميز لهذه العلاقه بين المملكه المغربيه والولايات المتحده. مره اخرى سعداء بيدين انك كنت بهذه الزياره، وانك انت من اول مسؤول في الخارجيه الامريكيه الذي يقوم بزياره هنا الى هذا الجزء من التراب المغربي. ونتمنى ان تعود مره اخرى، واكيد اننا سنبقى على اتصال في الايام المقبله. شكرا جزيلا. اكيد ستعود. شكرا. Thank you very much. Thank you.